مرحبا بكم في قناة عالمك سيدتي مع مريم اليوم إن شاء الله سأقدم لكم وصفة جد رائعة تناسب جميع أنواع البشرة سواء كانت حساسة دونية أو جافة يمكنكم استعمال هذه الوصفة لأنها لا تلحق أي أضرار بالبشرة هذه الوصفة مفعولها جد رائع في علاج جميع مشاكل البشرة سواء سمرار البشرة احمرارها توهجها أو الحبوب الموجودة على بشرتكم هذا الوصفة فعلا جد رائعة سأقدم وصفتين الأولى عبارة عن محلول أو تونر للبشرة يحضر منزليا ويمكن الاحتفاظ به لمدة طويلة في البيت أيضا وصفة طبيعية للتبييض والتنعيم وإعطاء النظارة قبل أن نبدأ هذا الفيديو لا تنسوا دعم قناتنا بلايك لهذا الفيديو أيضا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للتوصل دائما بجديد القناة تستخدم الاسيويات ماء الأرز للحصول على بشرة وشعر بمنتهى الجمال ليس هناك شك في أن ماء الأرز يعد محلولا ممتازا للبشرة والشعر كون الأرز يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن وعناصر أخرى مفيدة لتنشيط توهج البشرة الطبيعي والحفاظ عليها نقية وصافية الوصفة الأولى سنحضر فيها محلول كما قلت أو تونر لتنظيف البشرة أو غاسول لتنظيف البشرة سنحتاج فيه إلى الأرز أنصحكم باستعمال الأرز من هذا النوع المبين في الفيديو لأنه ممتاز بالمقارنة مع الأنواع الأخرى سنقوم نقوم بأخذ مقدار نصف كأس من الأرز ونضيف إليه كأس من الماء ونقوم بغسله جيدا وفركه بهذا الشكل لازاله الاتربه والاوساخ العالقه به. من الافضل استخدام الارز العضوي يعني الارز الخالي من المبيدات والاسمده فهو جد مفيد لبشرتكم وهو يتوفر في جميع المحلات التجاريه او أو المحلات التي تبيع المواد الغذائية فهو متوفر بكثرة بعد غسل الأرز نقوم بتصفيته إزالة الشوائب والأوساخ الموجودة في هذا الماء بعد ذلك سنقوم بأخذ ماء آخر نقي وسنضيفه الى الارز هذا الارز شكله بعد ان قمنا بغسله سنقوم بإضافة الماء يجب أن يكون الماء أكثر من الأرز بهذا الشكل من الأفضل استعمال علبة يعني محكمة الإغلاق أو علبة تتوفر على غطاء ونقوم بتغطيتها بهذا الشكل يترك هذا الخليط لمدة ساعة كاملة كما يمكنكم تركه أكثر من مدة ساعة أكثر من ساعة يعني ساعة على الأقل نتركه ينقع الأرز في الماء بعد مرور الوقت ستلاحظون أن الماء الذي وضعنا على الأرز تغير لونه أو أصبح لونه مائلا إلى الأبيض يعني النشا الموجود في الارز يعني أصبح موجود لدينا في الماء نقوم بفرك الأرز بهذا الشكل يمكنكم استعمال يدين نظيفتين كما يمكنكم بدل ذلك استعمال ملعقة أو فرشاة في فرك الأرز بعد ذلك سنقوم بتصفية الأرز لفصل حبات الأرز عن الماء بهذا الشكل نستعمل في ذلك مصفاة كلما تركتم الأرز منقوع لمدة طويلة كلما يكون هذا المحلول جيد جدا بعد ذلك سنقوم بأخذ قنينة زجاجية تكون نظيفة معقمة كما يمكنكم استعمال يعني قنينة ببخاخ نضع فيها ماء الأرز أو محلول الأرز الذي قمنا بتحضيره هذا المحلول يمكنكم استعماله بشكل يومي على البشره بعد تنظيف البشره نقوم باخذ قطعه قطن ونضع فيها هذا المحلول ونمرره على البشره يعطي فعلا نتائج جد رائعه يمكن استخدام هذا المحلول مثل اي تونر اخر للبشره سيساعدك هذا المحلول على شد المسام وإطفاء التوهج وصفاء على البشرة أيضا إعطاء النضارة للبشرة سأقدم لكم وصفة ثانية ستساعدكم على إعطاء النضارة للبشرة أيضا تفتيح وتنعيم البشرة نحتاج فيها ملعقة من المحلول ملعقة كبيرة من المحلول الذي قمنا بتحضيره ملعقة من الحليب المجفف وملعقة من دقيق النشا أو دقيقة عفوا الأرز أو المايزينا سنقوم بمزج ملعقة من المحلول كما تلاحظون مع نشاء الذرة أو المايزينا وملعقة من الحليب المجفف نقوم بمزج هذه المكونات جيدا حتى الحصول على خليط متجانس يكون سائلا قليلا وخليط بهذا الشكل كما تلاحظون معي في الفيديو قبل وضع هذا المزيج على البشره انصحكم بغسل البشره جيدا باي غسول متوفر لديكم في البيت بعد ذلك نقوم بتطبيق هذا المزيج على البشره بهذا الشكل كما تلاحظون في الفيديو نضعه على البشره ونتركه لمده 15 دقيقه او لغايه ان يجف هذا الماسك على البشره بعد ذلك نقوم بتنظيف البشره جيدا بالماء الدافئ بعدها بالماء البارد بعد ذلك يمكنكم عمل اي كريم مرطب للبشره للحفاظ على بشره نقيه ولامعه هذه الوصفه ستساعدكم ايضا على تضييق المسامات هذه الوصفه لا تسبب اي حساسيه للبشره لذلك فجميع الفتيات يمكنكم تجربه هذه الوصفه يمكنكم تجربه هذه الوصفه مرتين في الاسبوع للحصول على نتائج رائعه الناس الذين يعانون من جفاف البشره انصحكم باضافه القليل من زيت جوز الهند لهذه الوصفه لتنعيم بشرتكم ومعالجه الجفاف الموجود في البشره وكل الفتيات اللواتي يعانين من بشره دهنيه انصحكم باضافه القليل من العسل لهذه الوصفه للحصول على نتائج جيده حيث العسل يعتبر مطهر ومنظف للبشرة من الشوائب أنصحكم بتجربة هاتين الوصفتين وصفة تبييض وتنعيم البشرة ووصفة تونر للبشرة هذا التونر فعلا وصفة جد رائعة ويمكن الاحتفاظ بها لمده اسبوع في الثلاجه كما طريقه استعمالها فهي جد سهله يعني نقوم باخذ قطعه قطن نظيف نبلله بهذا المحلول او التونر، ونمرره على الوجه والرقبه لا تشطفوا الوجه بالماء بعد وضع هذا التونر. يعني نضعه على البشره ونتركه يمكنكم عمله مرتين في الاسبوع مثلا عفوا مرتين في اليوم مثلا في الصباح وفي المساء شكرا على تتبعكم وشكرا على وفائكم الدائم للقناة انتظروا منا كل المزيد والمفيد إلى اللقاء إلى فيديو قادم بإذن الله إذا أعجبكم الفيديو وللمزيد من الفيديوهات لا تنسوا دعمنا بلايك وشير ليستفيد من الجميع للمزيد من الوصفات قوموا بتحميل تطبيق عالمك سيدتي بدون أنترنت أو زوروا موقعنا على الأنترنت ستجدون الروابط في صندوق الوصف إلى اللقاء إلى فيديو قادم بإذن الله